يممت وجهي للندى والجود ولكل فعل رائع محمود، فلقيت لافتة عليها إخوة قد سطروا فيها علي المسلم. فسألتهم كيف اجتمعتم هكذا وانحاز مقصدكم إلى مقصودي؟ قالوا اجتمعنا في خصال أربع عند الكريم النادر المنشور، فأنا السماحة والبقية إخوتي بيض الشمائل في الليالي السوري، الصدق والإحسان والجود الذي لم يعترف بالموقف المحدود. فلهم تمينا كابرا عن كابر وابنا كريما عن كرام جلي. أخي قصر في المدح. عاد بعد ما قصيدة هذه صار بيننا يعني لا ربية ربية ما تعطيني شرح سدوا يا غلام أعطيه كرتونة من الكتب. الله يسعدكم ومشكورين على هذا الحضور، وندري ان كلفنا عليكم في هذه الزحمه. والله حضوركم شرف، خاصه اللي انا راسلتهم ولبوا الدعوه يعني بكرمهم حقيقه. الله يسعدكم. وانا والله اشكركم ايضا، بيض الله وجهكم جميعا، اسعدتوني سعاده غامره هذا الحضور الجميل على صغر المكان، لكنه ما